Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. اليوم حنعمل المحاشي للكيتو دايت لمرضى السكري. هو كتير روعة وطعم كتير مميز. مثل ما انتو شايفين كتير روعة. بسم الله. فليه الدجاج نص كيلو وبصلة كبيرة، ثلاث سنان ثوم، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة ملح أو حسب الذوق. نطحن المكونات مع بعض، هيك أصبحت جاهزة. نوضع قليل من الزيت أو أي نوع دهون أنتو بتفضلوها. نوضع الفليه على حرارة تكون يعني أقل من المتوسط أو متوسط الحرارة، هيك أصبح جاهز. تقريبا بياخد 4-5 دقائق. بنقطع الفليفلة وبنحشيها. بنقطع الكوسة نفس الشيء وبنطلع اللب اللي في الداخل، ممكن نعمله شوربة. وهلا مثل ما انتو شايفين هيك جاهزة. نوضع اللحمة او فلي الدجاج وبنوضع جبنة، اي نوع جبنة. طبعا الكمية هي اختيار الكمية، دائما الكمية اختياري ونوع الجبنة اختياري. نحشي مثل ما انتو شايفين، نحشيهم كلهم، نحتفظ في الغطا هو منظر. هيك اصبح كل شيء جاهز. نعمل الصلصة. نوضع لتر ونص ماء على كوب صلصة او معجون الطماطم، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، واثنين مكعب ماجي او الملح. ممكن نوضع على الفليفلة قليل من الصلصة، هي بتعمل طعم كتير روعة. نسكب الصلصة وبنغطيها وبننتظر 40 دقيقة على حرارة أقل من وسط. هيك بعد 40 دقيقة أو حسب النضوج، هيك بنفحصها بنشيك عليها بنلاقيها ناضجة، هيك جاهزة. يعني 40 دقيقة وحسب النضوج، هيك أصبحت جاهزة للتقديم. هي كتير روعة وكتير كتير مميزة، وطعم بصراحة كتير يعني مميز. شوف كيف من الداخل الجبنة مع الكفتة، كتير كتير روعة وطعمها كتير روعة. أتمنى أن أنتوا تجربوها. في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.